يسعد لي كل اوقاتكم من مطبخ لولو. اليوم رح نعمل مع بعض الصفوف اللبناني على اصوله، بالريحه والطعمه والمنظر يلي غير شكل. هيدا كيك الصفوف، كيك لبناني 100%، بلا بيض بلا لبن. فيكن تعملوه بالحليب وفيكن تعملوه بالمي مثل ما انتو بتحبوا. كيك كتير هش وطري وطيب لذيذ، فيكن تعملوه بأي مناسبة، عيد ميلاد، زيارة عند حدا جاي لعندكن، أو عصرونية مع كباية شاي ترويقة كمان فيكن تاكلو. كتير طيب ومفيد وصحي. هيدا الصفوف اللبناني، شايفين اللون وشايفين السمك قديش هو سميك؟ ما شاء الله قديش عالي. كل ما كبرتوا الكباية كل ما بيكتر المعيار يعني، وبيعملكم صينية أكبر. وإذا صغرتوا العيار بالكباية، إذا صغرتوا الكباية بيطلع عندكم عيار أصغر. خلينا نروح نشوف الطريقة والمقادير. أول شي رح أبدأ فيه، عندي بولة كبيرة رح حطيت بقلبها كباية ونص سكر، رح زيدها بعد كباية. كل المقادير رح تكون بهاي الكباية. فوق السكر عندي كوبين من الحليب السائل، إذا ما عندكن حليب سائل فيكن تحطوا كوب من الماء وبتحطوا بقلبه معلقة حليب باودر، كمان بيمشي الحال. يعني كل كوبين ماء مع كل كوب بتحطوا معلقة حليب باودر، أو إذا ما بدكن بتحطوا مي، كوبين مي أو كوب حليب أو كوب مي، يعني كوبين حليب أو كوب وحليب وكوب مي أو كوبين مي. هلأ رح زيد الحليب، بعد عندي كوب حليب. هاي الكوب الثاني. وهلا رح اخلط الخليط كلياته لحتى يدوب عندي السكر مزبوط. شايفين السكر كتير لازم يدوب قلب الحليب، واذا ما في حليب مثل ما قلت لكم بتحطوا مي او مي مع حليب باودر، بس اتاكد انه السكر داب بقلب الحليب مزبوط. هلا رح زيد عندي معلقتين كبار ممسوحين من العقدة الصفراء. بدي اتشكر صديقتي ماريا لانها بعتت لي عقدة صفراء من لبنان، لانه كل ما بجيب عقدة صفراء بتطلع لونها اورنج. بقى هيدي هي العقدة الصفراء، بعتت لي اياها صديقتي ماريا صاحبة قناة الست اللبنانية النشيطة. هلا رح نجرب العقدة الصفراء ونشوف اذا حتعطينا اورنج ولا اصفر. هلا رح زيد فوقهم كوب من الزيت النباتي، هاي كوب زيت نباتي رح زيده فوق الخليط، ورح زيد زرف بيكنج باودر تقريبا هيدا بقلبه 16 جرام، يعني معلقة كبيرة أو ظرف. وهي ظرف البيكنج باودر، ورح أخلط. وهلأ رح زيد عندي هون 3 أكواب من الطحين الفرخر. طحين الفرخة هو عبارة عن سميد ناعم جدا جدا جدا. هلأ رح زيده شوي شوي فوق الخليط عندي وحرك.
مثل ما شايفين الخليط عم يجمد وياخد بعضه. هلا رح زيد فوق منهم. عندي كمان كوب طحين يلي هو دقيق القمح، كمان رح اخلط. فيكن انتو اذا بدكن بتخلطوهن على الخفاقة الكهربائية، انا اليوم حبيت اخلطها على ايدي. فيكن تعملوها على الايد وعلى الخفاقة الكهربائية، يعني هيدا الكيك كتير سهل ومشهور في لبنان، ما حدا بيعمل هيدا الكيك غير لبنان اللبنانية. يعني شايفين قد ايه تقل. هلا من بعد ما خلطت كل المكونات مع بعضها، شايفين كيف طلع القوام؟ مثل قلب الجاتو، لما بتعملوا قلب جاتو هيك بيطلع. لازم تنتبهوا انتوا عم تخلطوهم ما يقوم الخليط يكلكع او يكبتل يعمل كور. شايفين صافي. هلا هون عندي انا صينية تفال او صينية ازاز، اي صينية انتو بتحبوا تحطوا فيها. انا عندي اكبر صينية من التفال، حطيت بقلبها طحينة، دهنتها بالطحينة، رجعت حطيت فوق منها مثل ما شايفين طحين، بتعطينا طعم غير شكل للصفوف. هلا رح حط بقلبها الخليط. شايفين القوام؟ روعة روعة روعة. هلا من بعد ما فضيتها بالصينية، هلا انا بدي زينها. فيكن زينوها انتو باي نوع مكسرات انتو بتحبوه، انا رح زينها اليوم باللوز المقشر. فيكن زينوها بالسمسم، باللوز المكسر، هيدا اختياري. هلا انا بدي اتخيل اني عم قصها. هلا هون وحدة حتاخد اثنين، اول طبقة بتاخد اثنين. اذا قصيتها هيك اكيد رح يطلع لي هيك وهيك وهيك، هون حتاخد وحدة كمان. يعني انتو بتتخيلوا كيف رح تطلع عندكم القطعة اللي بدكم تقصوها. تحطوهم كلياتهم بمستوى واحد. هاي تاني قطعة وهي تالت قطعة. هلا رح كملهم انا وارجع لكم. مثل ما شايفين صفيت كل الحبات اللوز، وهلا بدي انطرها شي تقريبا شي 5 دقايق، اتركها لحتى ترتاح وبعدين دخلها على الفرن. وهلا رح اخدها على الفرن. وهي صينية الصفوف من بعد ما طلعت من الفرن، اخدت معي تقريبا 3/4 ساعة على حرارة تقريبا 180 درجة. هلا انتو حسب فرنكم. هلا فرني انا على الكهرباء، انتو فرنكم على الغاز، بدكم تراقبوها لتشوفوها انه احمرت بهيدا اللون بتكون خلصت. هلا انا هون مجهزة زبدة بدي ادهن لوجهها، هي وسخنة بالزبدة. وهي صينية الصفوف صارت جاهزة، انا تركتها من امبارح بالليل، سويتها انا بالليل، خليتها لتاني يوم هلا الصبح حتى تبرد على الاخر لانه كان بعدها سخنة. هلا رح اقطع لكم قطعة وتشوفوا كيف. هلا رح ناخد قطعة طلعها
بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ واو، شايفين لونه بيعقد، لونه شايفين قلبه كيف الريحه، الريحه بتجنن. هيدا قلبه كمان من جوا، شايفين كيف غير شكل. كنت بس اعمل صفوف يطلع قلبه اورانج، لا هالمره طالع لونه اصفر. قطعت لكم كم حبه، شايفين قديش هو القوام رائع، القوام رائع. هلا انتو اذا بدكم صينيه اصغر بتصغروا الكبايه، كل ما بتكبروا الكبايه كل ما بتكبر عندكم الصينيه. شايفين عن جد روعه، والريحه روعه. ومثل ما شايفين هلا حطيتهم بصحن التقديم، اي حدا بيجي لعندي بيشوف هيدا المنظر اكيد رح يشتهي ياكل. شايفين المنظر بيحكي عن حاله، روعه. وهيك حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون نال إعجابكم، وإذا عجبكم أكيد ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم مني كل شي جديد. وهلأ بدي أقولكم إلى اللقاء بفيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.